بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ما زلنا مع ومضات من الحواميم، ودرسنا اليوم إن شاء الله مع سورة الدخان. نزلت سورة الدخان بعد سورة الزخرف وقبل سورة الجاثية. عدد آيها 56 آية، وهي مكية كلها في قول الجمهور. بعد أن حذرت سورة الزخرف من متاع المظاهر المادية وخطورة الانبهار والتعلق بهذه المظاهر على مسؤولية الأمة عن القرآن وعن الدين، تأتي سورة الدخان بمعنى مماثل. التحذير من المظاهر المادية، لكن من ناحية السلطة والتمكين. وبينما بيّنت سورة الزخرف أن سبب تكذيب فرعون كانت المظاهر المادية، حددت سورة الدخان سبباً آخر لتكذيبه، اعتماده على الجاه والسلطة في قوله تعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. حتى في افتتاح سورة الدخان، فهي تشبه فاتحة سورة الزخرف من حيث التنويه بشأن القرآن وشرفه، ليبين الله سبحانه وتعالى للناس قيمة هذا الكتاب المقسم به، الذي فيه سر سعادة البشرية جمعاء ضمن منهج مبين واضح البيان، وذلك في قول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين. أي أن الآيات فيه المتعلقة بأصول العقيدة وبالأمر والنهي آيات محكمات لا تحتاج إلى تفسير، حتى قال بعض علماء التفسير أن هناك 19 من كلام الله لا يحتاج إلى تفسير، بل هي آيات بينات واضحات، وذلك في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالإسلام فيه ثوابت تؤكده الآيات المحكمات، وفيه متغيرات تشمله الآيات المتشابهات. فالله عز وجل أنذر عباده بهذا القرآن ليرحمنا وليسعدنا في الدنيا والآخرة، ولكن لا يوقن برحمته وقدرته إلا الذي أراد أن يوقن. ولهذا قال بعضهم: لم أجد أشد صمما من الذي يريد ألا يسمع. فالإنسان مخير، وأبو لهب عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه رأي العين، لكنه لم يرد أن يؤمن. فلما قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني إذا أردتم اليقين. ومباشرة قال تعالى: لا إله إلا هو، أي إذا أردتم اليقين وصلتم إليه وعانقتم التوحيد، لا إله إلا هو، يعني لا يوجد معبود بحق غير الله، ولا أحد يستحق العبادة سواه، لأنه بيده كل شيء وما سواه صورة، كما قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني أنت لم ترمي ولكن الله هو الذي رمى. فالله نسب الفعل إليه وقال: يد الله فوق أيديهم. لذلك المؤمن لا يخاف، لأنه يوقن أن لله الأمر من قبل ومن بعد،
أما هؤلاء الذين لا يريدون اليقين، وصفهم الله عز وجل بأوصاف بليغة في عقولهم شك وفي سلوكهم لعب، بقول تعالى بل هم في شك يلعبون. خلق الإنسان بهدف واضح في الدنيا، فمتى عرفت هدفك كانت كل حركاتك وسلوكك موافقة تماما مع هدفك المسبق النابع من عقيدتك الصحيحة. لذلك يجب أن تعرف لماذا خلقك الله، ولماذا أنت في الدنيا، وماذا بعد الموت، وما الدار الآخرة. هذه جوهريات يجب أن نعرفها ولا شيء يعلو عليها. فعندما يعرف الإنسان هدفه تصح كل تصرفاته، ويسعد كلما جاءت تصرفاته مطابقة لهدفه. فطر الله النفس البشرية على أنها لا ترتاح إلا إذا عرفت هدفها، وعرفت أنها مخلوقة لمعرفة ربها ولطاعته. فتجد المسلم قد تكون حياته خشنة، وقد يكون وقته كله ملآن بالمشاغل، لكنه سعيد لأنه يشعر أن في انتظاره عطاء كبير، وأن الله عز وجل وعده بالجنة، وهذا الوعد ينسيه كل متاعب الحياة. وهذه السعادة التي هي ثمرة اليقين ما تزيده إلا يقين على يقين. أما من كانت عقيدتهم مفعمة بالشك، لا يستجيبون للحق وبمحض اختيارهم، هؤلاء يعرضون أنفسهم إلى أسلوب آخر في الدعوة، ألا وهي الشدة، كما قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. الارتقاب لا ينبئ بالخير، فالمعنى ارتقب لهم يا محمد أن يأتي العلاج الإلهي. الله سبحانه وتعالى من سننه في خلقه أنه ينقل الحق إلى الناس عن طريق الأنبياء المرسلين والدعاة الصادقين، فالموقف الذي ينبغي أن يقفه الإنسان من بلاغ ربه أن يستجيب، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا دعيت إلى الحق فعليك أن تستجيب، فإن لم تستجب فرحمة بك ودفعا لك إلى الهدى لا بد من المعالجة الإلهية. لكن في هذه المرحلة بعد أن رفضت الدعوة بالأسلوب اللطيف، يعالج الله عز وجل بالتهديد المرعب، ودعاء هؤلاء بكشف العذاب عنهم لا يكشف هذا العذاب، وتذكيرهم بأن هذا العذاب لم يأتي بعد وهو الآن عنهم مكشوف، فلننتهز الفرصة قبل أن نعود إلى ربنا فنرى ذلك العذاب المخوف بأم أعيننا. يقول تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. والانتقام من الله ليس بالمعنى الذي نفهمه حينما ينسب هذا الاسم للإنسان. معنى اسم الله المنتقم أنه إذا رأى عبداً طغى وبغى واستمرأ في الظلم وتجاوز الحدود واعتدى، يعالجه الله معالجة يوقفه بها عند حده رحمة به. الإنسان حينما يكبر ويتنامى مع استخدام قوته في العدوان واستغلال المستضعفين والاعتداء على ما ليس له، ولا يريد أن يتوب، يقسمه الله قسما، فيترك أموالا وأملاكا وأولادا ومتاعا، يترك كل هذا ولا ينفعه شيء.
إذ كان نقمة عليه لا نعمة. وهذا الفرق بين النعمة والنعمة، وهذا ما يوضح سبحانه وتعالى في قوله: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قومنا آخرين. هذا فناء الظالمين في الدنيا، أما عذابهم في الآخرة فيذكرهم الله سبحانه بمشهد من مشاهد النار في قوله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. طعام الأثيم هذا لمن اعتز بقوته وجبروته في الدنيا ووقع في الإثم والمعصية مرات ومرات. الإنسان أمام منهج في كل حركاته وسكناته، فإذا تعامل خلاف منهج الله فهذا إثم. وقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني من كان في الدنيا عزيزا مترفعا له مكانة وقد استكبر على الله أن يطيعه وأبت نفسه أن يقف عند حدود الله، فلا بد من العذاب المادي والمعنوي كي يرى أنه اختار الأسوأ. وفي المقابل يعرض الله عز وجل لنا كذلك مشهدا من مشاهد أهل الجنة في قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. والدنيا كلها إن وصلت فيها إلى قمة مجدها وقمة الغنى فيها لا تعد عند الله فوزا، لكن الفوز العظيم هو أن تصل إلى الجنة وأن تدخل الجنة فضلا من الله عز وجل. وفي ختام السورة قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون، أي أن هذا القرآن تذكرة وقد يسرنا تلاوته وبيانه فانتظر، فلا بد من تحقيق الوعد والوعيد. ولقد رأينا مشهد أهل النار والسبب فيه هو الإثم، ومشهد أهل الجنة والسبب فيه هو التقوى. وختام السورة دائما يكون ملخصا لها، وكأن الله عز وجل يسرب لنا ما سيكون قبل أن يكون، وذلك من نعمة الله علينا. ونحن في الدنيا علينا أن نتفكر في آيات الله قبل أن نصل إلى الآخرة. فمن يخبرك بتلك الأحوال لولا كتاب الله عز وجل؟ فالحمد لله على كتاب الله. أقول قولي هذا، وشكر الله لكم استماعكم، وبارك الله فيكم.